10 سنين فاتوا على ثورة 30 يونيو، 10 سنين كانوا قادرين اننا نشوف بصمة قوية جدا واضحة في ملف زي ملف الإسكان. بصمة غيرت شكل الحياة، غيرت مجرى حياة ناس كتير على أرض مصر. طبعا احنا فاكرين العشوائيات بكل تأكيد. بصمة بدأت تترجم لما وقفنا قدام هذه العشوائيات وتصدينا لخطورتها واللي كانت الحقيقة منتشرة في بعض الأماكن والمناطق على أرض مصر. البصمة دي خلت العالم كله يتكلم عن هذا الإنجاز الكبير اللي حققته الدولة المصرية والقيادة السياسية، فإن بلدنا أصبحت خالية من العشوائيات. شاذلي، الملف كان حقيقي من أكبر التحديات اللي وقفت قدام القيادة السياسية، قدرت فعلا تنتصر عليه وفي زمن قياسي. لو نفتكر مع بعض، الحكاية ابتدأت مع الملف ده لما حصل مشروع الأسمرات، المشروع اللي بيعتبر واحد من أكبر مشروعات الإسكان البديل، واللي من بعده اتوالت مشروعات زي بقى أرض الخيالة بمراحل المختلفة، روضة السيدة، أهالينا بمراحل المختلفة، وطبعا مش هننسى مشروع معا لتطوير العشوائيات. كل تأكيد احنا خلاص انتهينا من ملف شديد الأهمية والخطورة وهو الأماكن الخطرة. أهالينا اللي كانوا ساكنين في أماكن خطرة الحمد لله ده ما بقاش موجود، وشغالين في التصدي للعشوائيات. في الوقت كمان اللي كنا بنتصدى فيه لهذه العشوائيات، كنا برضو مهتمين ان احنا نقدم سكن مدعم ومناسب لكل الفئات. الدولة المصرية طرحت عدد كبير من الوحدات السكنية واللي استفاد منها ملايين المصريين، زي مثلا مشروعات الإسكان الاجتماعي في كل المحافظات، ده غير برضو طبعا الطفرة الكبيرة اللي حصلت في محافظات الصعيد في القرى النائية من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة، وده طبعا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة واللي أطلقها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تطوير القرى والريف المصري لتوفير حياة كريمة لكل مواطن مصري. ملف الإسكان من الملفات اللي فعلا شهدت تغيير واضح في حياة المصريين، ملف شهد جهود قوية جدا من جانب القيادة السياسية، من جانب الحكومة، كل ده علشان أهلنا يقدروا يسكنوا في مناطق آمنة وحضرية وصحية. الملف مليان أرقام ومليان إحصاءات أكيد هنتكلم عليها، لكن مهما اتكلمنا هنحتاج وقت طويل جدا علشان نقدر نبرز معالم وإنجازات الملف ده. ده اللي هيخلينا النهاردة نتكلم فيه في حلقتنا في صباح الخير يا مصر، عشان نحكي مع بعض الحكاية من الأول ونحط عنوان علشان نقول فيه كنا فين وبقينا فين. نصبح على حضراتكم، صباحكم زي الفل، صباح الخير يا مصر.